واخرتها كنت مفكرك نايم. بدي افهم لشو نحن هون؟ مين انت وشو الشغل هاد؟ لك لا تستعجل على رزقك، امبارح اكيد ما نمتوا بالحبس، ناموا وارتاحوا شوي. ليه مستعجل؟ قوم خلينا نروح. لوين؟ ورانا شغل. يلا مصطفى اسمع، محرم حكالي شوي عن قصتكم. لا تخافوا، ما رح خبر حدا. صدقوني فيني ساعدكم اذا انتو ساعدتوني. شو قلتوا؟ اذا كنتم موافقين اعتبروا هذا رعبون. لك يلا، شو مستني؟ ايه على خير، اذا بتساعدنا ليش لا. وشو الشغل؟ لا تستعجل، استنى ليجي الليل وتعتم الدنيا شوي. ميرنا؟ هن ساكنين فوق؟ تفضلوا. لساته طالب بس ما عم بيداوم بالكلية، بده يشتغل ليطالع مصروفه. بأي كلية انت؟ ها؟ شو عم تدرس؟ انا عم بدرس ميكانيك بجامعة اسطنبول. وين عم تنام؟ بالأول كنت عم بنام عند واحد صاحبي، هلأ لازم دبر مكان تاني. كمان لو سمحت فرم لي هالبقدونسات ناعمين. شو رأيك يا لميس؟ منخلي نام هون. تعرف والله جبتها يا كمان. كأنك صاير عم تكذب. مو أنا درست ميكانيك، هاد مو كذب، بس بسويسرا. خليل؟ أه؟ البس هدول الكفوف وقطع لي الخبزات لو سمحت. ايه تكرمي جاي. خليل، حكيت مع لميس من شوي، في غرفة هون نظيفة فيك تنام فيها لبين ما تأمن سكر إذا ما عندك مانع. أكيد أنا بتمنى، ممنونكم. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. تسلم. تفضل. أهلين زينب. لحظة شوي. وينك أنت؟ زينب، لقيتها لميرنا. لا، طب أنت وين؟ أنا مشغول شوي هلأ، ما فيني أحكي بعدين بحكيكي. خليل، وين الخبزات؟ هلأ بجيبهم. شو بدي أقلك، لا تستنيني، بعدين بحكي معك. أنت بخير خليل؟ 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 إن شاء الله بترتاح عنا هون. طبعاً، بتشكركم كتير، يسلموا، بكفي صار عندي مكان لنا. ولو هذا واجبنا. رح أجيب لك أكل مشان تتعشى. لا 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 تعذبي حالك، شكراً، دبر حالي، رح نظف ونام. أمانة خليل، إذا استعملت أنينة الغاز لا تنسى تسكرها، بخاف يصير شيء، الله يرضى عليك. طيب، خلاص لا تقلقي. أنا كمان كنت أشتغل وأدرس، برافو عليك. شكراً. تصبح على خير. الله معكم. لا تنسى تسكر الباب قبل ما تنام، إيه؟ ماشي. تصبح على خير. بشوفك بكرة. رح اشتاق لك. يا روحي اجيتي حبيبتي. حماتي اجيتي بوقتك. لشو عم تبكي حبيبة قلبي؟ أكيد هالبنت فيها شيء، ما عم تسكت بنوب. إيه لا تخافي، طفلة بدها تبكي، شيء طبيعي. حماتي، معقولة تكون البنت موجوعة؟
اهوس بابا. Sakla o masum yüreğini Zaman gibi sessiz uyu Bu dünya dipsiz bir kuyu ألو؟ مرحبا بابا. أنت وينك؟ أمك عم تحضر العشاء. ولهيك أنا اتصلت. لا تستنوني على العشاء. أم سنان عزمتني عندها. عم تخبرونا ولا عم تستأذنوا؟ يسلمني الفهيم. هذا إذا سمحتوا لي طبعاً. ملعونة. سلمني على الكل. سنان بيسلم عليكم. سلمي لي عليه. بابا. لما كنت برا اتصل المختار فيك عطاني رقم أهل ميرنا بألمانيا برأيي قبل ما تتصل المفروض إنك تاخد رأي ميرنا بالأول يا بابا شكراً من مين تعلمتي هالغنية؟ من ستي تذكرت وأنا كمان بزمان علمتني إياها شو اشتقتي لهم؟ قايمة لحط لكم العشاء وأنا رح ساعدك بنتك مانا جاي أمه لسنان عزمتها على العشاء منيح بس لا تقوم ترجع بالليل لحالة لا تخافي بيوصلها سنان إيه؟ بالرجع يوسف بيجي بياخدك إذا ما إجا لا تطلعي إيه طبعاً بستنى الحارس ميرنا اسمعي الكلمة وليه؟ هون الشغل؟ ايه عساس بالنقل مزبوط الشغل بالنقل بدنا ننقل هاي الجسة من هذا القبر لقبر تاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم